الشيخ ابن باز لما كان رئيس لما كان موجود وكان رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وغيرها من المؤسسات العلمية الموثوقة، الشيخ ابن باز في الفتاوى اللجنة الدائمة كان رئيس اللجنة الدائمة، الوزارة بتاعت السياحة قالوا دارين نعيد ترميم، يعني دارين نجدد البيت بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب باعتبار انه وشيخ داعية للتوحيد ونخلد ذكراه وكده. فقاموا يستفتوا اللجنة الدائمة، انت قال الشيخ الهنية فيها عواسة ساكت بدعو الساي البلد انت قايلها مطلوقة، اي واحد سافل داود وسجم رماد يجي يقل ادبه، فهمت؟ قام طوالي الشيخ ابن باز طلع فتوى قال فقد اطلعت اللجنة الدائمة على ما ورد بصحيفة كذا انه دارين يعيدوا ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال لهم الشيخ محمد عبد الوهاب مكانته معروفة ولكن هذا وسيلة من وسائل الشرك والجهات المختصة ان تزيل البيت، كل ذات البيت شاله توحيد مجاية. انت قال زي هنا اسئلة يقول لك نشيل قبة البرعي تلقى 70 واحد برجف، تاع الكراكة تلقاه برجف والكراكة ذاتها تلقاه ترجف، مسكنا لا الدين الطورية والله رقيد لك صلاة كلها، زول ميت تقال عنده حاجة، ناس بيرجفوا من أموات زي ما قال الشاعر قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، زول مسكين مسكين تلقاه حق العيش ما لاقيه زي ربنا إن شاء الله يعني يرد عليه وعقله القبيل لا في بيجاي ده، فهمت؟ مسكين لا في ما لاقي ياكل، فهمت؟ عشان كده بيكون داير يطي الشبكة وسيليزيون وبرنامج طويل عشان ما يعيش اللحظة، فهمت؟ ما يعيش الجوع. والشيخ ميت والناس بيخطوا له في المليارات، الناس بيخطوا له، شوف الواقع بتاع بلدنا. وبعد اقول لك يا سلام البلد طبعا بخير وما تكفروا الناس ساي التباليد ولا شنو، شوف الهوس القاعد دي وثنية، وثنية بتاعت قبور طرق تجانية وسمانية وقادرية ونقشبدية كلها طرق بتاعت باطل وضلال. الاخوان المسلمين ما دارين الحق ينكشف للناس، ما دارين الناس تعرف دينه. مشيت لله بعقيدة بتاع الصوفية والله ما تلاقي الله سبحانه وتعالى وانت امن. ربنا قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. دارين الناس الامن في الدنيا والاخره ورغد العيش في الدنيا والاخره وان يبسط الله بينهم السلام والوئام والوفاق وان يكون الناس امه واحده عليهم بالتوحيد. نادي دارة تمشي عديل تمشي بالتوحيد، ربنا يسهل لنا. السعودية دل مكة دي كم كيلو؟ كم كيلو في كم؟ بيجوها 4 مليون حاج. والله جت 4 مليون حاج. أنت تاكل زي ما داير وتشرب، وفي سودانيين بياخذوها موزة كده بحج باللفة، فهمت؟ وشغلانية طويلة، وبعد ده ربنا سبحانه وتعالى الناس بتنافسوا والخير راقد، وطيارة تجي ترشك من فوق وتحت، ونحن هنا البلد قاعدة قاعدين زي الرادي المكسر. 700 قبة تلقاها قاعدة. دي قبة يقول لك ده حسن وتحسونة، ده اختصاصي أولاد. وداك بيتصرف في الكون، والبرعي ده بجيب الجنة، والكريدة داك بنزل المطرة، وداك وينه؟ شغلهم بيشتغلوا وين؟ بيتين بيشتغلوا، وداك مختص زراعة، وداك مكافحة الجراد، يا زول ده موهومين ساي يا زول، صوفية بتاع شنو اسين احنا لاقين ناكل، شوف الأمة دي تعبانة كيف، الزول من الصباح مارق ما لاقي، شباب داري يتزوج قروش ما في، ليه؟ السبب شنو؟ الشرك بالله، الشرك ده يكون قاعد. ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ربنا قال لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سبأ دي كانوا ناس مرطبين. أنت لما يكون الواحد من الناس سبا يكون مسافر بيكون الشجر مضلل لغايه ما يمشي الغريه الثانيه. نعم وتاكل ما بتتزود ما بيشيل معاك ذات، تلقى شجر في الشارع من الثمرات ومن الرزق ربنا سبحانه وتعالى من نبيه على العباد. ربنا قال لهم ما دار منكم حاجه كثيره تشكروا ربنا سبحانه وتعالى وتعبدوا الله وتوحدوا الله. كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل
وشيء من سدر قليل. ربنا سلب منهم النعم العظيمة اللي كانت عندهم وابتلاهم. أحسن حاجة عندهم شيء من سدر قليل، دي أحسن حاجة عندهم. عشان كده أخواننا نحن لو دارين الخير نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده نوح عليه السلام قال: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، طوالي كثير وخير وفير، ويمددكم. ربنا بيديك المدد، على لا بتلقى الدفارات مكتوب فيها مدد، ده بيمدنا بحاجة. وانت بتلقى 70 لوري ماشي للشيخ وبقوله مدد، انت شغال تمد فوقه، مش هو اللي بيمدك، انت اللي قاعد تمد الشيخ، فهمت؟ ربنا قال يمددكم بأموال وبنين، اديك مال، ما عندك جنة ربنا بيديك جنة، شوف النعم دي كيف. ويجعل لكم جنات تكون مرتاح. وزول اللي عنده جنة ده معناه زول مرطب، ده معناه الشيء الأساسي كمله، بعد ده بقى شنو؟ بقى داير النسها ودار الحاجات دي. ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، دل ورطهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. والخمسة ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة نوح دي الأولياء صالحين. لكن تعال شوف هنا، تعال شوف هنا القصص المنتشرة والباطل المنتشر والضلال المنتشر في القصائد وفي الكتب وفي الإذاعات وفي التلفاز، وصار يؤصل له من شفتة من الصعاليك الأرزقية القاعدين، أحمد داود ومحمد منتصر إزيرك وما أعرف ليك مين، حامد بابكر، أرزقية دي الناس، أرزقية دي بكرة لو ادوهم ريالات بنبز الصوفية، ذول أرزقي كلب مجرم، فهمت؟ ذول بيتأكل ببطنه ونحن لك بالمرصاد بإذن الله. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.